بعد ساعتين من البحث تحت أنقاض منزله في مدينة إدلب، عثر يحيى معطوق على ابنته الرضيعة وحيدة التي أمسكت إصبعه قبل أن يسلمها إلى عنصر من الدفاع المدني، نقلها وعيناه مغرورقتان بالدموع إلى سيارة الإسعاف. يا أخي أول شيء كنت بالمحل، أنا والمحل اجت طيارة عملت غارات، يعني قدر الإمكان نحن احترسنا، خلصنا شغلاتنا مباشر من بعد الضربة، مباشر جيت على البيت لقيت البيت الحارة كلها مقلوبة فوقاني تحتيني، دخلت على البيت لقيت كأني ما في حد بالبيت. وتتعرض مدينة إدلب مركز محافظة إدلب في شمال غرب سوريا بشكل دوري لغارات سورية وروسية، واستهدفت غارة جوية عصر الخميس الماضي مبنى سكنيا في مدينة إدلب، ما أدى إلى تدميره فوق رؤوس قاطنيه ومقتل 6 أشخاص على الأقل بينهم 4 أطفال. المهم صرت أحكش من كذا طرف لحتى أعرف وين هي، بالأخير لحتى يعني لمست حجرة قالت لي هون، شلت الحجرة طلعت لقيت وجهها وبلشت وصرت أحفر حواليها. المهم بعد ما طلعت بنتي قلت لها وين البنت، يعني كانت عم تحكي معي الحمد لله صاحي، قالت للبنت بغرفة النوم. وبعد إنقاذ زوجته بدأ يحيى وعناصر الدفاع المدني البحث عن ابنتيه تحت الركام. المهم الحمد لله وصلت من طرف لقيت بنتي، لما وصلت لها مسكت لي إصبعتي. بعد إنقاذ وحيدة بدأت عملية البحث عن شقيقتها البكر البالغة من العمر 3 سنوات ليتبين أنها قتلت تحت الأنقاض، ولم تقتصر خسارة يحيى على ابنته البكر فحسب، إذ قتلت والدته أيضا جراء الغارة التي دمرت منزله بالكامل.